اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بصوا بقى جبت لكم معايا ايه النهارده. واو، لعبه باربي الفظيعه. هنفتحها بقى ونغير لها شعرها خالص ونزين لها تماما، حط لها بقى ميك اب فظيع ومانيكير، ونلعب في شعرها ونغير تسريحه شعرها ونحط لها ميك اب. واو، دي شكلها لعبه جامده جدا جدا جدا. مبسوطه قوي ان انا هفتحها لكم وهنلعب بقى بيها مع بعض كمان النهارده. واو واو واو. طبعا اللعبه دي يا صحابي صالحه للاطفال فوق السن 3 سنين، وزي ما انتم شايفين بقى في الصوره فيها معاها محتويات كتير قوي، معاها الروج ومعاها الاي شادو ومعاها تسريحات الشعر. بصوا الله، الصور اللي ورا في كمان المانيكير والفرشه والبيبي ليز، وهنعمل لها بقى ضفاير ونحط لها بقى المانيكير والميك اب، هيبقى شكلها جميل جدا، ونغير لها كمان لون شعرها. الله، دي لعبه حلوه قوي قوي، مستعده قوي ان انا افتحها ونشوف ازاي نقدر ان احنا نغير لون شعرها ونعمل لها بقى ضفاير ونحط لها مانيكير واي شادو وليبستيك كمان، ونعملها زي العروسه بالظبط. ممكن كمان ان احنا نعمل شعرنا زيها ونستخدم الادوات بتاعتها معانا. واو، مستعدين يا اصحابي؟ دلوقتي بقى انا فتحتها لكم واقفه كده هي قدامي. بصوا عامله ايديها بقى ازاي. الله، شعرها اصلا اوريدي فيه خصه لونها بينك، وحاطه بقى مانيكير لونه بينك اوريدي. وبصوا بقى فرد ايديها كده عشان نقدر ان احنا نحط لها مانيكير. وشعرها بقى نزل لص لونه اصفر بقى سايح كده، طبعا مش معمول اي تسريحه. احنا بقى هنشكله لها خالص ونعمل لها تسريحه جامده قوي. واو، بصوا شعرها وفي الخصلة البينك طبعا لسه مقفولة، نحاول بقى ان احنا نفتحها عشان نقدر ان احنا نعمل لها الخصل بتاعتها. بصوا شعرها عامل ازاي. الله، ناعم خالص، وتحس ان هو مقصوص كده، قصة جميلة جدا عشان نقدر ان احنا نزينه. ممكن بقى ان احنا نحرك لها ايديها كده عشان نقدر ان احنا نحط لها مانيكير ونرجعها تاني. الله، دي فكرة جامدة قوي. بصوا هي اساسا لابسه بقى بورنوس بينك كده، عشان ايه بعد ما خلاص لها الميك اب كله هتروح بقى وتلبس الطقم بتاعها عشان تخرج. دي كل الادوات اللي معايا. بصوا معايا بقى فرش صغيره، ومعايا توك بقى جميله. الله، بصوا ده عامل ازاي. الله، كل الحاجات دي بنستخدمها. بصوا ده اللي هو النيل، اللي هو المانيكير اللي بنحطه بنلزقه بالستيكر، وبعد كده نحط اللون ده الاصفر سوري الازرق او الموف او البينك، نحط عليه الستيكرز الصغيره دي فبيدي شكل حلو جدا. ده بالنسبه للايه للضوافر، ممكن احنا نركب لها الضوافر دي بيكون شكلها حلو قوي. ودي بقى توك معايا عشان شعرها، نقدر ان احنا نغير تسريحه شعرها خالص. بصوا بقى دي الله، دي جامده جدا. دي برضو زي توكة صغيره كده، ودي برضو كليبستين مكتوب عليهم بقى باربي، واحده لونها موف واحده لونها بينك عشان احطهم بقى على شعرها، هيبقى شكلهم برضو جميل قوي. بصوا واو، مفتوحين بقى كده الناحيتين. بعدين بصوا بقى دي التوكة دي كمان مشبك على شكل فيونكة، لونها موف، شكلها جامد جدا برضو، مكتوب عليها باربي. وده غطا بتاع حاجه، ممكن نشوف بقى ده غطا بتاع ايه. بصوا بقى ده هنا ده نحط فيه الاي شادو، وبعدين نحط دي الفرشه اللي بنحط بقى بيها الاي شادو فوق عينيها. وبعدين عندي بقى بصوا دوت الايه الايه ده الليبستيك، ولا ده بنحطه بقى جوه هنا الباودر بتاع الاي شادو، ونحط بقى الليبستيك كمان، ممكن نستخدمه الاثنين وكده نحطه على وشها. واو، دي لعبه جامده جدا جدا جدا. بعدين بصوا بقى عندي ايه تاني. عندي دوت هنا ده البيبي ليز بقى بتاعها اللي احنا بنستخدمه عشان نعملها شعرها بقى خالص ويزينها تماما. الله، بصوا لونه بينك وبيقفل بقى كده على الخصله بتاعت الشعر، ونحطه هنا. ممكن بقى كمان يغير لون الشعر يخليه لونه بينك. الله، ده جامد قوي قوي قوي، انا انبسطت باللعبه الفظيعه قوي دي. بصوا بقى الفرشه الرهيبه قوي دي بتاعت باربي، لونها موف وفيها برضو ايه حاجات كتير. تعالوا بقى بصوا، انا وريتكم كده كل محتويات اللعبه، وشفنا بقى المانيكير والضوافر، وشفنا الميك اب بتاعها والطبق والفرش والحاجات بتاعت الشعر كلها. اتمنى يا صحابي يكون اللعبه الفظيعه دي عجبتكم، قولي لي بقى رايكم بقى فيها في الكومنتات، واكيد بقى هعمل لكم فيديو تاني نقدر ان احنا نقعد نجرب بقى فيها الحاجات دي عليها. هستنى بقى الكومنتات بتاعتكم تقولي لي رايكم فيها، وتابعونا على قناه العاب الاطفال هتلاقوا فيديوهات تانية كتير لباربي هتعجبكم قوي قوي قوي. قولي لي بقى رايكم برده في الفيديو الفظيع ده. بليز ما تنسوش انتوا تعملوا ايه، لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. هتوحشوني قوي يا اصحابي، باي باي.